استاذ عبد الحكيم، مين اللاعبين المصريين اللي جالهم عروض سعوديه في الفتره الاخيره؟ هو لا اول قبل ما ابدا في حكايه العروض في موقف طريف اللي هو بالنسبه لايمن حسني. ايمن حسني معشوق لشيكابالا ومعشوق لمصطفى فتحي، وكلا اللاعبين بيضغط على ايمن حسني اللي ياخد التجربه معاه، سواء في كان مصطفى فتحي عايز ايمن حسني معاه في التعاون او شيكابالا عايزه معاه في الرائد. اما بالنسبه للتاكيدات المؤكده اللي جايه لي والمعلومه اللي عندي، ان نادي الرائد حاطط على قمه اولوياته في التعاقد في يناير المقبل الثنائي محمد ابراهيم وعلي جبر، وفعلا في مفاوضات جامده مع الاثنين، وخصوصا ان شيكابالا بيدعم المفاوضات وبيتكلم اللعيبه باستمرار وبيحاول يعني بيشوف موقفهم مع نادي الزمالك. لو نادي الزمالك هيبدا يجد البديل الكفء اللي زي ما ظهر في المباراه الثلاث مرات اللي فاتوا، ويتم جلوس محمد ابراهيم على دكه البدلاء او الاستبعاد علي جبر من المشاركه الاساسيه. ولكن طبعا بالنسبه لعلي جبر صعب جدا، لان لعيب لاعب منتخب اكيد ولعيب بيأدي يعني افضل عروضه في الفتره الحاليه، صعب جدا نادي الزمالك يستغنى عنه. هيبقى بالنسبه لعلي جبر صعب، انما ممكن محمد ابراهيم يكون ليه الفرصه في هناك. بالنسبه برضه للعرض الثاني بالنسبه لمعروف يوسف، معروف يوسف لم يغلق باب احترافه او باب عرضه، ولكن المشكله في معروف يوسف هو العقد الجديد اللي عمله مع نادي الزمالك. اللاعب مجدد نادي الزمالك 3 سنين قادمه، واخر 2 مليون من السنه القادمه، يعني مش من السنه دي، لا ده نادي الزمالك عامل له عقد للسنه الجديده ودافع له 4 مليون، العقد ب 4 مليون وادوا له 2 مليون كان كاش عشان اللاعب كان هيرتبط بالزواج، فما طلبوا منه الفلوس. اللاعب قال لهم استحاله اللي هو يعوض الفلوس في الفتره الحاليه، لان كان تم انفاقها في تجهيز العش الزوجيه ليه، فكان من الصعب لمعروف يوسف يرحل نادي الزمالك عشان ما يتمش اهدار المال العام. ولكن لو تم جاله عرض مناسب واللاعب عرف من خلال العرض يرجع ال 2 مليون اللي اخده من نادي الزمالك هيتم الموافقه. وابرز العروض اللي جايه لمعروف يوسف هو نادي القادسيه السعودي اللي بيلعب فيه مواطنه النيجيري ستانلي لاعب الزمالك الصفر. طيب نروح لدوري السعودي بقى، ومباراة الرائد والتعاون في الدوري السعودي واللي كان فيها محترفين شيكابالا وكان فيها مصطفى فتحي وكان فيها طبعا كابتن عصام الحضري، كان في موقف طريف جدا في المباراة دي، احكي لنا عليه. هو الموقف الطريف اللي احد مواطني عصام الحضري من دمياط من كفر البطيخ اللي هو القريه بتاعته اصطحب معاه بطيخه، طبعا الاول الرائد والتعاون في مدينه القصيم او ولايه القصيم زي ما بيسموها، محافظه القصيم في السعوديه، فده يعتبر ديربي، ديربي زي عندنا زي المباريات اللي عندنا اهلي وزمالك، او ديربي مثلا زي ما نقول المصري المصري والمريخ او الاسماعيلي والقناه، فديربي من الدربيات القويه في السعوديه، كان بيبقى بين الرائد والتعاون، فاللي كان هيكسب بيهم كان الراجل اللي هو المواطن المواطن البلديات عصام الحضري اصطحب معاه بطيخه على امل اللي هو يحتفل مع عصام الحضري بعد المباراه بالبطيخه. ولكن الامن السعودي اللي بيامن المباراه طبعا فوجئوا بواحد من الجماهير داخل ببطيخه، طبعا منعوه من الدخول، فده كان ابرز المواقف اللي حصلت. ولكن الصحافه السعوديه علقت على الموقف وعلقت ازاي مشجع يصطحب معاه بطيخه، لان ما كانوش عارفين القصه هنا وكفر البطيخ يعني احنا الجماهير المصريه هنا دايما بتشجع عصام الحضري بالبطيخ واللي انت طبعا كلنا عارفينه هنا في مصر. شكرا ليك استاذ عبد الحكيم علي، مدير تحرير موقع كوره اوت.